ربما الأخ الكريم اللي سأل في نقطة نظام فاتت جزئية. قبل مثلا 20 سنة من الآن ما كانت في الانتقالات اللي موجودة الحين. بالزبط. يعني على سبيل المثال لو نتذكر بس ياسر الشهراني لو ما في احتراف كان تلقاه من المنتخب من نادي القادسية. صحيح. تجي عند عبد الإله العمري بتلقاه من نادي عكاظ اللي في الطائف. صحيح. تجي مثلا عند من في بعد عبد الله عطيف كان في الشباب في شايع زمان أول مثلا شايع كان من الكوكب. الكوكب. صحيح. حمزة إدريس في لعيبه كانوا من المنتخب في الانديه الدرجه الاولى وكانوا موجودين في المنتخب فبالتالي هنا الان اصبحت بالنسبه للاحتراف كلها تغيرت. المنتخب اسبانيا لما حصل على كاس العالم 8 إلى 9 من برشلونة. ولاعبين او اذا كانوا 8 برشلونيين 2 مدريديين 1 من اتلتيكو مدريد. فالامر الكوره كلها تغيرت. نظام كره القدم كله تغير.